صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في فقره جديده من قطاع غزه ضمن برنامج هوانا الوطن. اليوم احنا موجودين في معرض الكفاح من اجل مستقبل افضل اللي بتقيمه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. هذا المعرض عباره عن صور لمصورين وهواه في قطاع غزه، تناولوا العديد من القضايا المجتمعيه والسياسيه والثقافيه والابداعيه للشباب هنا. راح نتعرف اكثر على هذا المعرض وإيش الهدف من إقامة هذا المعرض، وحتى نتعرف كمان على الفائزين من خلال هذا المعرض اللي فاز فيه ثلاث صور من قطاع غزة. رح نتعرف من خلال هذا المعرض على هاي الصور وأهميتها وإيش تناولت. خليكم معنا. معرض الكفاح من أجل المستقبل هو حصيلة مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي تقيمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل سنوي على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة. اختارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تخصص المسابقة حول موضوع البطالة التي تواجه الشباب الفلسطيني في قطاع غزة وفي فلسطين، في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، حيث أن نسب البطالة بين الشباب هي الأعلى على مستوى العالم والتي تتجاوز الآن 70%. وبالتالي قامت اللجنة الدولية بالطرح أو افتتاح باب المشاركة لجميع المصورين الهواة والمحترفين في الضفة الغربية القدس وقطاع غزة للمشاركة بصورهم وقصصهم ومشاركتنا بها. قبلنا العديد من المشاركات، تجاوز عددها 63 مشاركة على مستوى الضفة وغزة. وبالتالي قامت اللجنة الدولية باختيار وترشيح ثلاث حكام على مستوى عالمي ومستوى محلي وبنزاهة وبشفافية تامة، حيث تم تسليم المشاركات لهم بشكل بدون أسماء، بدون التعرف على هوايا المشاركين، حتى يتسنى لهم الاختيار تماما طبقا للمعايير التي كانت مطروحة ضمن شروط التقدم على الملأ. وبالتالي تم التوصل إلى الثلاث جوائز الرئيسية الثلاث الأولى، والجائزة الأولى كانت من نصيب المصور محمد الزعنون التي كانت تتحدث أو توثق قصة فريق من الشباب الفلسطيني الذي يقدم عروض استعراضية خطرة باستخدام النيران للتغلب على البطالة. اليوم فزت في جائزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أخذت المرتبة الأولى بفضل الله. كانت الصورة بتعبر عن مجموعة من الشباب الفلسطيني اللي حاربوا البطالة من خلال عمل فريق استعراضي، والفريق هذا بيعتمد على أداء عروض استعراضية في احتفالات وفي أماكن، في أماكن في قطاع غزة. الصورة كانت عبارة عن استعراض في النار للفريق على شاطئ بحر غزة. الفريق كان بضم ثلاث شباب، الثلاث شباب بيشتغلوا ضمن هذا الفريق وبيعملوا على ترويج أنفسهم خلال عبر السوشيال ميديا وعبر التواصل الاجتماعي. بهيك مشاهدينا وصلنا لختام فقرتنا ضمن برنامج هوانا الوطن من قطاع غزة، اللي تعرفنا فيها على معرض الكفاح من أجل مستقبل أفضل اللي بتقيمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تعرفنا على العديد من القضايا من خلال هذه الصور اللي تم تصويرها من فنانين ومصورين داخل القطاع. إلى اللقاء.